السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ معكم النهاردة مادة الأحياء، حل نموذج رقم 3 على الفصل الثالث. نبدأ كده مع بعض إن شاء الله، ومنساش أو ما تنسوش الاشتراك في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونعرف زمايلنا عشان نحاول بقدر الإمكان أفكركم بالفيديوهات الموجودة على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم، ونحاول نزود معارفنا أو زمايلنا عشان يبدأوا، يعني لسه بقى شهر أو شهر ونص تقريبا أو شهر وعشرة أيام على الامتحانات لو بدأت في واحد يعني، فنبدأ نستعد ونذاكر إن شاء الله ونعرف زمايلنا عشان الاستفادة يبقى جماعية بإذن الله. نبدأ إن شاء الله معاكم النهاردة النموذج رقم 3. والنموذج رقم 3 في الأحياء على الفصل الثالث. بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لي افحص الشكل المقابل، طبعا أعطيني إنزيم والمادة الهدف سكر ثنائي، ما تنساش الحتة دي، مادة الهدف سكر إيه؟ ثنائي. سكر ثنائي يعني إيه؟ لو عطلي سكر أحادي وسكر أحادي يبقى ده لو هو ملتوز أو سكروز أو إيه؟ فركتوز. سكروز او ايه؟ لاكتوز. يبقى السكريات الثنائيه ها معروف ان الانزيم هيفككها الى عنصريها مع نزع ايه؟ مي. نفكر كده مع بعض بالراحه، عاوزين نجاوب على المنظر اللي قدامنا ده. يزداد معدل نشاط الانزيم في التفاعل الكيميائي الموضح بالشكل وكل ما يلي ما عدا. كلمه ما عدا دي ناخد بالنا فيها في الاسئله، يعني ايه؟ يعني زياده تركيز الانزيم. يعني لو خدت بالي انني زيادة تركيز الانزيم مهم من منشطات او اللي بتنشط ايه؟ عملية التفاعل الكيميائي، لان هو عاوز يزداد نشاط او معدل نشاط الانزيم في التفاعل الكيميائي ما عدا، يبقى دي بتزود، لكن ما عدا دي يعني ايه؟ العكس. زيادة تركيز السكر الثنائي دي صح برضو، يعني دي وديت خارج الاجابة. زيادة تركيز السكر الاحادي يعني فين؟ زيادة السكر الأحادي، هل أنا هنا لما أزود تركيزه يزداد نشاط التفاعل الكيميائي؟ يبقى الإجابة الغلط في المنظر اللي قدامي ده هو زيادة تركيز السكر الأحادي، لأنه نواتج، ما ينفعش أتحكم في النواتج، أتحكم في المتفاعلات، المواد المتفاعلة، أزود تركيزها مع الإنزيم أو أقلل تركيزها. وصول درجة الحرارة الدرجة المثلى الإنزيمات بتبقى نشطة جدا. نقول للإجابة تاني بالراحة، التلاتة دول صح بالنسبة لنشاط أو زيادة نشاط الإنزيم. هو قال لي ما عدا بقى، يبقى في الحاجة الخطأ اللي فيها اللي هي زيادة تركيز ايه؟ السكر. يبقى رقم واحد عشان برضو ما نضيعش وقت كتير، الحاجة اللي ايه يعني بدأت توضح وكويسة نمشيها بسرعة يلا. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين من الشكل السابق اللي قدامي نستنتج ان الانزيم هو، نركز بقى كده، هو ايه؟ مادة بروتينية، احنا عارفينه انه مادة بروتينية. مادة دهنية، ها؟ لا مش مادة دهنية، هو بروتيني خلاص، بس مش هو عاوز خصائص، يعني نستنتج ان هو عمل ايه؟ هل هو مثبط؟ لا طبعا. ها مادة بروتينية، ها محفز، يبقى الخيار ما بين ألف وجيم. يبقى الأقرب للصواب واللي ينفعنا فيه هذا ليس طبيعته ولكن نشاطه. يبقى نشاطه ايه؟ مش يرجع لوجود مادة بروتينية، لا، ان طبيعته او شغله انه محفز وليس مثبط. يبقى الوقت من الشكل السابق نستنتج ان الانزيم هو محفز، يبقى رقم ايه؟ جيم. يبقى رقم جيم ده بالنسبه للسؤال الثاني. نيجي للسؤال الثالث. السؤال الثالث يمكن تفسير ما يحدث، ممكن تفسير ما يحدث للجلوكوز في خلايا الكبد على انه عمليه هضم، معلش، في بصفه عامه الجلوكوز في الميتوكوندريا بيحدث له عملية هدم، عملية بناء، لأن بنحصل من الطاقة بتاعته، ها؟ يبقى الجلوكوز بيحصل له إيه؟ هدم الأول عشان إيه؟ ها؟ نحصل على الطاقة، وبعد كده الطاقة تستخدم، ها؟ في عملية البناء. عمليتين هدم وبناء ده صح. عملية تغير فيزيائي لا خطأ، يبقى الإجابة عندي ليست عملية هدم فقط ولا عملية بناء فقط، إذا عمليتي هدم وإيه؟ وبناء. يبقى السؤال الثالث رقم إيه؟ جيم. نيجي للسؤال الرابع، أي من العمليات التالية تعتبر عملية هدم؟
اي من العمليات التالية تعبر عن عملية ايه؟ هدم. تحول البروتين في الامعاء الدقيقة يبقى هضم الى احماض امينية، ده عملية هضم، وهناخدها ان شاء الله في الباب الاول في تانية سنة والسنة الجاية ان شاء الله اناقشنا. نمرة باء، تحول الجلوكوز الى ثاني اكسيد الكربون وبخار مية وايه؟ طاقة، حط تحتها خط، يعني ديت هي اللي عليها العين هي واللي تحتيها. تحول الجلوكوز الى جلوكوز في خلايا العضلات، لا غلط، د، تحول الجلوكوز الى جلايكوجين في خلايا الكبد، حصل هدم والحصول على طاقة، وتحويل السكر الجلوكوز الى جلايكوجين في خلايا الكبد بس ما قاليش ان هو في انتاج طاقة، يبقى الاقرب للصواب، ودي تاني مرة أقولها أو تالت مرة، الأصح هي باء، يعني في حوار ما بين باء ودال. تحول الجلوكوز إلى جلايكوجين في خلايا الكبد صح، لأن تم أكسدة الجلوكوز عملية هدم خلاص، وتحويله إلى جلايكوجين عن طريق الليبيدات الملساء أو الشبكة الإندوبلازمية الملساء، ودي خاصية تحويل هذه العملية في خلايا الكبد. بس كلمة الطاقة ديت يبقى هي اللي يعني رجحت كفة السؤال ان هو يبقى باء، تحول الجلوكوز الى ثاني اكسيد الكربون وبخار مية وطاقة في خلايا ايه؟ الكبد او في خلايا ايه؟ العضلات. طيب ده السؤال الرابع، نيجي السؤال الخامس. طبعا السؤال الخامس عطيني شكل قدامي ونفكر فيه بالراحة كده برضو عشان فيه شوية يعني تكات، نفكر مع بعض، مش معنى تكاتي يعني حاجة صعبة وحاجة كذا ومستحيلة، لا، نقرأ كده مع بعض. السؤال الخامس، افحص الشكل التالي والذي يمثل نشاط أربعة إنزيمات مختلفة في أوساط البي اتش، إنزيم أولاني التاني التالت الرابع. طبعا عامل لي نقط عشان ايه؟ يعني يخفف ايه من حدة او وطأة الرسمة، يعني ما لهاش علاقة بهذا الكلام، ولكن يهمني البداية درجة الحرارة في ارتفاع الدرجة المثلى، في ارتفاع من هنا عند حوالي ايه 2.5 او 3 ها في مثلى، ها من 6 في مثلى عند 8، من 9.5 مثلا لغاية 11 ها في درجة مثلى. افكر بقى كده مع بعض بالراحة. افحص الشكل التالي والذي يمثل نشاط أربعة إنزيمات مختلفة في أوساط بي اتش مختلفة، ثم أجب أي من الإنزيمات الأربعة يتوقف نشاطه في الأمعاء الدقيقة. طيب الأمعاء الدقيقة أنا عايز أفكر في الحل صح. الأمعاء الدقيقة طبعا الوسط بتاعها إيه؟ أي أو معظم الإنزيمات تعمل في وسط قاعدي أو قلوي ها بسيط ضعيف، يعني ملهاش في وسط حمضي خالص، ها اي من الانزيمات الاربعة يتوقف نشاطه، يبقى يتوقف نشاطه عند رقم 2، يبقى البي اتش بتاعته ايه؟ حمضي، اذا لن يعمل هذا الانزيمات اللي موجودة في الامعاء الدقيق. اي من الانزيمات الاربعة يتوقف نشاطه في الامعاء الدقيق. طبعا انا عندي الذي يتوقف هنا، معلش هنا ايه يعني موجود او مقرب لايه؟ للسبعة، يعني لو بصيت هنا حوالي ايه 7 او يعني مقرب للسبعة، ولكن يتوقف نشاطه تماما عند الايه الوسط الحمضي تماما، اذا عندي رقم 5، رقم 5 هتبقى ايه الف. السؤال الثاني انا مركز على الرسمة هيت لان الرسمة مطلوبة في كل سؤال. رقم 6، اي من الانزيمات الاربعة يعمل بكفاءة عالية على هضم البروتين بالامعاء الدقيقة، هضم البروتين بالامعاء الدقيقة. طبعا نفكر كده بالراحة، انا واحد عندي احنا عايزين وسط ايه قلوي، رقم 1 وسط ايه حامضي، ها رقم باء وسط حامضي لكن بادئ يبقى قلوي. طيب رقم جيم نبص عليها كده بقت وسط ايه قلوي، ويعني 8 يعني ده الوسط اللي معظم الايه الانزيمات الخاصة بالأمعاء والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، معظم الإنزيمات تعمل عند إيه؟ الوسط الإيه؟ القلوي، اللي إحنا بنقول عليه قلوي إيه؟ مش قوي قوي، لأن بيبدأ إيه؟ قلوي ضعيف، بتزداد القلوية كلما اتجهنا إيه؟ يمينا، يبقى رقم 6 عندي هتبقى رقم جيم،
جيم اللي هي ايه الشكل رقم 3، يبقى ده تعمل بكفاءة خلاص على هضم الايه البروتين. رقم 7، اي من الانزيمات الاربعه يتاثر نشاطه بحدوث تغير طفيف في درجه البي اتش. يعني اي واحد من الاربعه اللي عندي بيتاثر بتغير طفيف في درجه الايه البي اتش. يعني ايه برضو عايزين نفسرها. انا عندي رقم 1 المدى بتاعه من 0 ل 2، يبقى المدى بتاعه ايه 2 في البي اتش. ها اي من الانزيمات الاربعه يتاثر نشاطه بحدوث تغير طفيف في درجه الايه البي اتش. نيجي هنا بادئ من قول 2.5، ها الحد الاقصى بتاعه عند كام 6 خلاص. او المدى لو جبنا المدى بتاعه ها هنقول ايه البي اتش بتاعته اقصى ما يمكن نشاط الانزيم لما يكون في ايه في هذا المدى، يبقى من 4 ل 6 في حدود 2. طيب نيجي كده من 6 لايه 8 في حدود 2، نشوف ده كده من 6 من 10 ل 11، يبقى ده المدى الضيق اللي يقصده. اذا عندي الاجابة اي من الانزيمات الاربعة يتأثر نشاطه بحدوث تغير طفيف في درجة الحرارة. فعلا التغير الطفيف هنا عندي من 10 ل 11، كان هنا 6 لايه ل 8 2، هنا من عندي من 2.5 ل 6، احنا نجيب اقصى مكان لاعلى من 0 ل 2، يبقى الوقت هنا من 10 ل 11. اذا الاجابة عندي رقم 7 هتبقى ايه عندي رقم د. رقم د ده السؤال رقم 7. نيجي للسؤال رقم 8، الوحدة البنائية للإنزيمات هي. طبعا إنزيمات مادة بروتينية. يعني إيه مادة بروتينية؟ يعني على طول بدون تضييع وقت هيبقى الحمض الإيه الأميني. والوحدة البنائية للبروتينات، والبروتينات الإنزيمات طبيعة بروتينية، يبقى رقم 8 عندي هيبقى إيه رقم إيه جيم. في بعض أسئلة بعد عليها بسرعة عشان مش مستاهلة كلام كتير، فعشان ايه نوفر هذا الجزء الايه الجزء اللي محتاج شرح وتوضيح. نيجي السؤال التاسع رقم 9. السؤال التاسع، الشكل البياني التالي يوضح العلاقة بين نشاط الانزيم معين وتركيزه في الوسط. يبقى نشاط الانزيم المحور الرأسي وتركيز الانزيم المحور ايه الافقي. نبدأ نشوف الاسئلة بقى. أعلى نشاط لهذا الإنزيم عندما يكون تركيزه، نركز إحنا كمان برضو في الإجابة. يبقى الوقت هنا هوت رقم 9، بداية التركيز كان هنا 0، بدأ يزيد هنا لو إحنا جبنا الطب خالص تقريب هنا خلاص، يبقى هنا عندي إيه 3 من 10 التركيز بتاع الإنزيم أو أعلى نشاط له، يبقى رقم 9 هتبقى إيه جيم. من الشكل اللي قدامي يعني برضو مش شطارة قوي يعني، أعلى تركيز وأعلى نشاط عندنا للإنزيم عند إيه 3 من 10 اللي هي رقم جيم. رقم 10، عند زيادة تركيز مادة التفاعل المادة نفسها من المتوقع أن يكون أعلى نشاط لهذا الإنزيم عند تركيز. شيء طبيعي الحتة ديت عايزة نص تكة صغيرة كده. أقصى نشاط له ها شوفوا كده في التركيز عند زيادة تركيز مادة التفاعل، بدأنا نزود التركيز اهو، من المتوقع أن يكون أعلى نشاط لهذا الإنزيم عند تركيز كام؟ 3؟ لا طبعا في زيادة، حتى لو سنة صغيرة، احنا ملاحظين المنحنى برضو ايه ماشي اهو، يبقى عند 6 من 10، يبقى رقم 10 هيبقى ايه عند رقم 6 من 10 يعني د. نيجي للأسئلة من 11 ل 17 اللي احنا بنسميها المقالية، علل وبما تفسر ورأيك ايه والتحليل وخلافه. نيجي السؤال رقم 11، السؤال 11 بيقول لي ايه فسر، لا تحدث التفاعلات البيوكيميائية إلا في وجود إنزيمات متخصصة، لأن لكل إنزيم مادة هدف خاصة به، لأن التخصص بتاع الإنزيمات بيساعد في عمله خلاص لضمان حدوث إيه التفاعلات الكيميائية. تاني، لا تحدث التفاعلات البيوكيميائية إلا في وجود إنزيمات متخصصة، لأن لكل إنزيم مادة خاصة به اللي هي الهدف
طيب لما يكون في تخصص، والتخصص يفيد في تقليل طاقة النشاط. طاقة النشاط، ايه هي طاقة النشاط؟ الحد الأدنى من الطاقة. طيب وبعدين دي يسهل، ها، وبذلك يحدث تحفيز للتفاعلات البيو يعني أحياء، كيميائية يعني كيمياء اللي احنا بناخدها في طب بايو كيمستري يعني كيمياء حيوية، بايو كيميائية. يبقى دلوقتي لأن لكل إنزيم مادة خاصة به اللي هو الهدف، والتخصص بيفيد إيه لما يكون الإنزيم متخصص؟ في تقليل طاقة النشاط، في تقليل طاقة النشاط اللي هو الحد الأدنى من الطاقة عشان يعمل الإنزيم، وبذلك يحدث تحفيز للتفاعلات الإيه؟ البايو كيميائية. السؤال 12، تحدث عمليات التمثيل الغذائي في خلايا الجهاز الهضمي فقط، ما مدى صحة هذه العبارة؟ هل العبارة دي صحيحة؟ طبعا خطأ، خطأ. ليه خطأ؟ لأن عند التمثيل الغذائي بيحدث الجسم كله وليس الجهاز الهضمي فقط. عمليات التمثيل الغذائي بيتم في الجهاز، في جميع أجهزة جسم الإنسان، الهضم في الجهاز الهضمي فقط خلاص، ولكن عند التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي يحدث في جميع أجزاء الجسم. التمثيل الغذائي يحدث في جميع أجزاء الجسم. يبقى العبارة خطأ لما هو حددها لي فين؟ في الجهاز الإيه؟ الهضمي. ده كان السؤال رقم 12. نيجي السؤال رقم 13، يتوقف إنزيم البيبسين عن العمل في الأمعاء الدقيقة. معروف ان البيبسين حامضي، اذا يتوقف عند الامعاء، لان الامعاء الوسط بتاعها ايه؟ البي اتش بتاعتها قلوي. يبقى الاجابه رقم 13، لان انزيم البيبسين، وده موجود عندنا، لان انزيم البيبسين، يبقى لان انزيم البيبسين حامضي. يعني ايه حامضي؟ يعني البي اتش بتاعته اقل من 7. طيب انا عندي الامعاء الدقيقه، الامعاء الدقيقه الوسط بتاعها ايه؟ قاعدي، وسط قاعدي. اذا لا يعمل انزيم البيبسين الا في الوسط الملائم له وهو الايه؟ الحامض، لان انزيم البيبسين حامضي اقل من 7، والامعاء الدقيقه وسط قاعدي، اذا يتوقف نشاط او عمل انزيم البيبسين عن العمل في الامعاء ايه؟ الدقيقه، في الأمعاء الدقيقة. ده السؤال رقم 13. نيجي السؤال رقم 14. السؤال رقم 14 بنقول، في ضوء دراستك للتمثيل الغذائي لعملية الهدم والبناء، يبقى أول ما أسمع كلمة التمثيل الغذائي يبقى عملية هدم وإيه؟ وبناء. ماذا يحدث بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ببضع ساعات؟ طبعا الهضم سيحدث أولا، ثم عملية الهدم خلاص، الهضم في الجلوكوز بالنسبة للجلوكوز، ويتم الحصول على الطاقة للحصول على البناء، وهي عملية الايه؟ البلمرة. نعملها كده، نلخصها كده بسرعة. بنقول عملية الهضم، ماذا يحدث بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ببضع ساعات؟ يتم هضم الكربوهيدرات يعني الجلوكوز. إذن الجلوكوز سيحدث له عملية هدم، يعني إيه؟ الحصول على الطاقة، الحصول على الطاقة. لما أحصل على الطاقة يتم عملية بناء. عملية إيه؟ بناء. عملية البناء ده هي بنسميها إيه؟ بالمرة. يبقى الوقت هنا هوت، عملية البناء مهمة جدا في عملية هضم الكائنات الحية والحصول على الطاقة من الكربوهيدرات. يبقى يتم هضم الكربوهيدرات، يعني يتم ايه؟ تكسير الجلوكوز والحصول منه على طاقة. اذا ده عملية هضم. حصلنا على الطاقة بتنشأ او بتتم عملية ايه؟ البناء، وهي بناء المادة الكربوهيدراتية او بناء السكريات اللي هي عندنا، الكربوهيدرات او النشويات عندنا، على اساس نخزن السكر الزائد في قلب الكبد وايه؟ والعضلات. أسئلة عايزة نفكر كده واحنا بنجاوب ونكتب على قد ما نقدر عشان نوصل للإجابة الإيه؟ الصحيحة. نيجي السؤال 15،
في إحدى التجارب المعملية لدراسة تأثير درجة الحرارة، إذا في درجة حرارة ونشاط الإنزيم، يبقى أنا عندي هنا هوت الدرجة المثلى حوالي 32 أو 33 مثلا، مش عايزين نقول 30 لأن ما جاتش 30، أزيد من 30. في إحدى التجارب المعملية لدراسة تأثير درجة الحرارة على نشاط أحد الإنزيمات، قام أحد الطلاب بإضافة الإنزيم على مادة التفاعل ووفر الظروف الملائمة لعمل الإنزيم وقام بتمثيل النتائج التي حصل عليها كما بالرسم. ماذا يحدث إذا قام الطالب بخفض درجة الإيه؟ الحرارة. طبعا إذا خفض درجة الحرارة لا يعود النشاط الإنزيم لنشاطه. هو السؤال ده جاي هنا كده لأنني زودت أو هو زود درجة الحرارة أكتر من درجة الحرارة المثلى. إذا رقم 15 لا يعود الإنزيم لنشاطه مرة أخرى، وده عندنا مشروحة بالتفصيل في المنهج، عندنا لا يعود الإنزيم لنشاطه مرة أخرى لأن الحرارة العالية أو المرتفعة تؤثر في التركيب الكيميائي له، في التركيب الكيميائي للإنزيم فلا يعود لنشاطه إذا خفضت درجة الحرارة. احنا عارفين بقى لو العكس، لو خفضنا درجة الحرارة عن المثلى ثم عادت مرة أخرى درجة الحرارة للمثلى أو لطبيعتها فإن الإنزيم يعمل بكفاءة تامة، ولكن العكس في ارتفاع درجة الحرارة. نيجي السؤال رقم 16، تقوم بكتيريا حمض اللاكتيك بعملية تنفس لا هوائي، عندنا في تانية ثانوي، ينتج عنه حمض اللاكتيك، وهذه العملية تتم بواسطة إنزيمات متخصصة تنتج هذه البكتيريا ولذلك تستخدم في صناعة الزبادي. في ضوء دراستك ما العوامل التي تؤثر في عملية التخمر وتحول اللبن إلى زبادي في وقت قصير؟ طبعا هنا عندنا السؤال ده فيه أكتر من حاجة نعرفها. أولا في درجة الحرارة، هو بيقول لي العوامل اللي بتأثر، يعني هل في عوامل بتؤثر في عملية التخمر؟ طبعا كلمة تخمر وتحول اللبن إلى زبادي وحمض اللاكتيك وسكر اللاكتوز وبيتحول لحمض لاكتيك، ده في درجة الحرارة اللي بنقول من 40 ل 42، يعني البي اتش ودرجة الحرارة دي العوامل اللي بتأثر. يعني عايزين نقول ما العوامل التي تؤثر في عملية معلش حتى من غير أي ألفاظ هو بيقولها لي، العوامل هم خمسة بس اللي بيأثر بتأثير كبير قوي درجة الحرارة وعند الايه البي اتش، يبقى الأس الهيدروجيني ودرجة الحرارة هم اللي بيأثروا بدرجة كبيرة في عملية التخمر وتحول اللبن، يعني تحول سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن ويحوله إلى ايه حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده هو اللي احنا بنقول عليها البكتيريا اللي بتحول اللبن إلى زبادي، اللبن إلى زبادي. طبعا دي بتتاخد بالتفصيل تجارب معملية وموجودة في تانية ثانوي، فنجاوب بقدر الإمكان على قد اللي نقدر نقوله بالنسبة للمرحلة السنية بتاعتنا وهي الصف الأول إيه الثانوي. ما بقللش من قدركم، ولكن المعلومات دي باستفاضة في تانية ثانوي في منهج التنفس في عملية إيه في تانية ثانوي أحياء. رقم 17، السؤال الأخير رقم 17، الرسم البياني التالي يمثل نشاط أحد الإنزيمات المستخلص من خلايا حيوان ثدي في درجة حرارة 36 طيب هو عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول افحصه ثم أجب. أقول السؤال تاني، الرسم البياني يمثل نشاط أحد الإنزيمات، نشاط الإنزيم أهو المستخلص من خلايا حيوان ثدي في درجة حرارة 36، هو محددها لي، افحصه ثم أجب. طبعا كلما زاد تركيز المادة المتفاعلة زاد النشاط. أي من الأشكال التالية يمثل هذا الإنزيم عند درجة حرارة 18؟ يبقى 18 بدأت إيه أنزل درجة الحرارة، هو بديء للتفاعل، ها والنشاط بتاع الإنزيم شغال عند 36، هي دي الدرجة المثلى، ها إيه اللي يحصل بقى لو نزلت درجة الحرارة لغاية 18؟
فسر إجابتك في ضوء إيه ما درست. طبعا الإجابة عندي هنختار هل يا ترى ألف؟ لا. ليه؟ لأن عندي تركيز مادة التفاعل بدأت تقل، لأن درجة الحرارة قلت، درجة الحرارة قلت. يبقى أنا عندي هنا الستاندر أو المثال الطبيعي اللي أعطاهولي، لما نقلل أو نقلل درجة الحرارة من 16 ل 18 يبدأ تقليل ها نشاط الإنزيم، نشاط الإنزيم لغاية أقل نشاط ممكن يحدث في رقم إيه؟ دال. يبقى الإجابة في 17 رقم دال، وديت أسئلة استنباطية وتطبيق على نشاط الإنزيم. لما تنخفض درجة الحرارة وبدأ في 16، لما انخفضت فعلا أنا عندي النشاط الإنزيم قل، نزل خالص أهو نزل، ما بزيدش كده الوقت ده، هو بدأ ينزل فعلا خلاص مع تركيز مادة إيه؟ التفاعل. ده كان آخر حاجة عندنا النهاردة في الامتحان، البوكلت رقم 3، وقلنا الصفحة بتاعته 62 أو 62، صفحة 62. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونتواصل سويا. وأحييكم من مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.